عليكم ورحمة الله وبركاته. إن شاء الله معانا أغنية سألوني الناس لفيروز من مقام بياتي من درجة ري. عارفين مقام البياتي؟ يكون بداية ري مي نص بمول، ده موقعها صباع الأول، صباع الثالث فا، بعدين ننزل سول لا بصباع الثاني، سي بمول صباع الثالث، ننزل دو ري بصباع الثاني، ثاني ري مي نص بمول فا، بعدين ننزل على الوتر اللي تحته سول، بعدين لا سي بمول، بعدين ننزل دو ري بصباع الثاني، تمام مقام بياتي. طيب بداية الأغنية بتكون طيب الجملة دي هتكون ري ري لا سول لا فا سول لا سول لا سول لا فا سول فا مي ري. الجملة اللي وراها هتكون تكون ري لا سول لا فا سول لا سول سول فا مي سول فا فا مي مي ري ري. يبقى جملتين على بعض ري لا سول لا فا سول لا سول لا سول لا فا سول فا مي ري لا سول لا فا سول لا سول سول فا مي سول فا فا مي مي ري ري. تمام دي الموسيقى اللي قبل الأغنية، بعدين يدخل سألوني الناس. طيب نبدأ من أول الأغنية اللي هي سألوني الناس عنك يا حبيبي، كتبوا لي كتير وأخدها الهوى. نقول الجملة دي هتكون صول فا فا مي مي ري ري مي فا صول لا سي لا سي صول. الجملة اللي وراها دو لا سي سول لا فا سول مي فا فا مي مي ري فا مي مي ري فا مي مي ري دو. تاني جملتين دول سول فا فا مي مي ري ري مي فا سول لا سي لا سي سول دو لا سي سول لا فا سول مي فا فا مي مي ري فا مي مي ري فا مي مي ري دو. تمام اللي وراها الجملة الثانية زي الأولى ويعز عليك يا حبيبي لأول مرة ما بينكم سوا. هنقول الجملة دي صول فا فا مي مي ري ري مي فا صول لا سي لا سي صول لا سي دو ري صول فا صول مي فا فا مي ري مي ري. تمام ده الكوبليه الأول. تمام هنيجي الكوبليه الثاني اللي هو سألوني الناس عنك سألوني قلت لهم راجع وعطيوني. هنقول الجزء ده لا لا صول صول فا صول ري مي فا فا مي ري لا لا صول فا صول صول دو سي. السي هنا بكار الرابع سول دو سي دو ري دو سي لا. رجعنا تاني سي بمول هنا في الجملة دي نركز فيها تاني من أول. سألوني الناس عنك يا حبيبي اللي هو الكوبليه التاني لا سي لا لا سول فا سول ري مي فا 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 مي ري لا لا سول فا سول سول دو سي دو ري دو سي لا.
بعدين سي سي لا سي فا، ليه غمضت عيوني؟ غمضت عيوني خوفي للناس، تمام. دي هتكون سي سي لا سي فا صول لا صول فا صول فا مي ري. بعديها يشوفوك مخبى في عيوني ري مي فا صول صول فا صول 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 سي. بعدين الجملة الأخيرة اللي هي هب الهوى، تمام. دي هتكون سي سي لا دو سي فا سي دكان الهوى، تمام. دي هتكون سي دو ري دو ري مي دو سي دو ري سي لا سي دو لا صول، تمام. تاني الجملة دي، تمام، اللي هي بكاني الهوى. سي دو ري دو ري مي ري. تاني سي دو ري دو ري مي دو سي دو ري سي لا سي دو لا صول لا سي صول. لأول مرة ما بنكون سوا، الجملة دي هتكون لا سي دو ري صول فا صول مي فا فا مي ري. نقولها كاملة من البداية خالص، تمام. ري لا صول فا صول لا صول صول فا صول فا مي ري لا صول فا صول لا صول صول فا مي صول فا فا مي مي ري ري. ندخل الأغنية صول فا فا مي مي ري ري مي فا صول لا سي لا سي صول دو لا سي صول لا فا صول مي فا فا مي مي ري فا مي مي ري فا مي مي ري دو صول فا فا مي مي ري ري مي فا صول لا سي لا سي صول لا سي دو ري صول فا صول فا مي فا مي ري مي ري. تمام، ندخل على الكوبليه التاني. لا لا صول فا صول ري مي فا 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 مي ري لا لا صول فا صول صول دو سي دو ري دو سي لا سي سي لا سي فا صول لا صول فا صول فا مي ري ري مي فا صول صول فا صول لا صول صول لا سي 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 لا دو سي فا سي سي دو ري دو ري مي دو سي دو ري سي لا سي دو لا صول لا صول لا صول لا سي صول لا سي دو ري صول فا صول فا مي فا فا مي ري مي. هنقول الجملة الأخيرة دي اللي هي فيها عرب دي كتير، فيها جملة طويلة شوية اللي هي هب الهوى بكان الهوى لأول مرة ما بنكون سوا. هنقول الجملة دي سي سي لا دو سي فا سي سي دو ري دو ري مي دو سي دو ري سي لا سي دو لا سو لا سي سو لا سي دو ري صول فا صول فا مي فا فا مي ري مي ري. تمام.